أعطناه الملك رح يوصلوا لعنا. أنا رح ضل واقفهم أنا ورفقاتي والكل، والله ما رح نخليني يتقدموا خطوة. شو بدي أحكي لك عنه؟ كان أم وخي وكل شيء، كل شيء بالدنيا كان. كنت أحكي له كل همومي، شو ما يصير ما أحكي له. حسوا ما أبن يعني، حسوا أم. كان يخدم، كان خدوم كثير، ولأنه نظيف الله اختاره شهيد، والله حطني بهالمكانة مشان ربي أولاد شهيد، وإن شاء الله أكون قدها. دخل مدر قال لي أنا ببارك لك يا أمي، ببارك لك بشهادة خيي، أنا ببارك لك بشهادة هالشهيد البطل الغالي. شو بدك خلي لي يا أمي؟ قل والله بالدير سلامتك، والله ما بشوفه غير جايب لي كاس شجورة ويجيب لي ويحط لي، ما قل لك شو بدك لك، كانوا الحمد لله استشهدوا في هالوطن. الله يرحمهم ويرحم جميع الشهداء. تعبت كثير وشقيت كثير تسويتن، وبالنهاية الحمد لله. حابين يقول شيء غير الحمد لله رب العالمين؟ الحمد لله. كان يقول لأخته خلصت جامعة بدها تتوظف، يقول لها ما حدا رح يوظفك غيرها، ضل ينقل عليها. فعلا توظفت على شهادته. الله يصبرنا جميعا ويحمي جميع الوليدات ويجيب لنا هالرئيس ويحمي هالجيش وينصروا بنصر الله وهالرئيس، ويصبرنا جميع امهات الشهداء والمهني شهداء. الله يصبر كل ام على روحة ابنها. وهودي شهداء عند الله بالجنة بإذن الله، شهداء عند ربهم يرزقون. أنا أم الشهيد جعفر عنان زويد، استشهد بسجن حلب المركزي. طبعا هو بعد ما انتقل من الشام لحلب انتقل على السجن مباشرة، فما كان في شيء بحلب، بس ما كان صار شيء يعني بال2012، بس ما كان صار شيء بحلب. بنهاية الـ2012 بكانون أول كان عندهم في 70 عسكري تحاصروا بالمنطقة الصناعية، هدول جيش وهن قوى أمن. فبالليل الحارس تبع الباب ببلغهم إنه سيدي في 2 جرحى عم يقولوا ملازمين أولي أو أولين إنه بدهم يدخلوا على السجن، ويعني برجاء بتوسل دخلونا لأنه في شيء مهم. فقلوا جاي، كان هو عم أحرسه، كان يومه يعني نوبته بالحراسة. فراح هو على الباب وشافوا جرحى إنه نحن معنا 70 عسكري في المنطقة الصناعية محاصرين، هاي بكانون أول بأواخر 2012. قال لهم شباب أنا طالق، اللي بيحب يطلع معي أهلا وسهلا، هذا مانو أمر، أنا ماني مستعد أترك 70 واحد يموتوا وأنا قادر إني أعمل. كان الرب معهم، يعني تدخل الرصاصة من بين راس وراس الشاب اللي معه وتطلع من تاني جهة ما تصيب حدا. وبعدين مشي حاله ووصل على السجن. بعدين ما عاد شغل جعفر، ما عاد شغل. قلت له يا أمي رحت ما ودعت، ليش رحت؟ بس كنت وداني. حكوا معه قبل ما تخلص الإجازة إنه مطلوب على حلب على مطار النيرة. طبعا فورا التحق هو يعني سافر إنه على أساس بده يروح على النيرة. بالفترة اللي سافر فيها تحاصر مطار السين، ضل مطار السين شي 9 أيام هو ورفقاته عم يشتغلوا حتى إنه فكوا الحصار على مطار السين. كان على أساس ينزل إجازة على البيت تاني يوم. بتفاجأ انه بحكيني قال لي انا هلا هبطت بالنيره، انا هلا بالنيره.
بتعرفش ضل بالنيراب، كان يوم سبت حكاني شي بالوحدة وربع، قال لي أنا هلا بالنيراب. ثاني يوم كان عنده طلعوا يعني طلعوا على على الباب، كان عندهم شغل أعمال قتالية بالباب، فطلع هو ولما رجع بالهبوط يعني أنا بعدين وصلني الخبر يعني شي الساعة 12 الظهر، يعني عم دق له ما رد علي. طلع نفذ مهمة بمدينة الباب، وكانت الإصابة دقيقة 100%، وحرر يعني إنه القوات البرية حررت كتير على أثر هدفه اللي حققه يعني. وبالهبوط هو راجع ضربت الطيارة، ضربوا للطيارة. كانوا اثنين يحبوا بعض كتير، عاشوا بهالضيعة حياة سعيدة، عاشوا حياة كل الناس تحبهم، كل الناس تحترمه. ظلوا من الطفولة لحتى درسوا الإعدادي، الابتدائي درسوا الإعدادي، درسوا الثانوي، راحوا قدموا اثنين سوا على قوى الأمن الداخلي مكافحة الإرهاب، اتطوعوا بقوى الأمن الداخلي. الشهيد مضر إجا بالقامشلة، والشهيد طارق إجا بالحسكة. بعد ما اتطوعوا كانوا وقت اللي يجوا إجازات يجوا لهوني على البيت، وفيهم من لاين علي حياتي، كان طارق ومضر ريم على وقت اللي يجتمعوا يجوا إجازي كانوا من لاين علي الدنيا. بعد ما انتهت جنازة الشهيد طارق إجا مضر بعد 5 أيام بده يسافر الشهيد مضر، بده يسافر. قالوا للجيران الأقارب يا مضر ما بصير تسافر، أخوك مستشهد وإنت أمور صعبة، هناك أمور كان كتير صعبة. قال لي لا أنا ما بتردد، بدي سافر حتى لو استشهدت مثل أخي. قلت يا أمي ليش ما ودعتنا؟ يا أمي ليش معقول تروح وما تودعنا؟ قل لي يا أمي أنا الوداع صعب علي، والله يا أمي أنا الوداع صعب علي، هذا منظر عمري ما بنسى. يا أمي ودعني، قال لي والله ما فيني بودعك يا أمي، جاي لعندك بعد فترة، ما رح طول عليك يا أمي، يا أمي أنا جاي بعد فترة. وسافر مضر، سافر مضر ظل 3 شهور محاصرة من منطقة لمنطقة، وأخيرا استشهد مضر. جابوا لي جسمانه من العراق بعد ما كانوا على معبر اليعربية، 48 شهيد استشهدوا. تحق راح ضل سنة ونص إجباري، وبعدين احتفظوا فيه وكفى دراسته بالعسكري يعني، وتخرج وإذا عمل أوراقه وكل شيء، وأنا ما بعرف شيء يعني، عمل كل أوراقه يعني وخلص كل أموره. قلت له شو؟ قال إيه والله يا عمي عدلت شهادتي وكل شيء. بعدين بال 2016 استشهد، عمره ما جازني بشيء، يقول لي مثلا امي صار معي كذا، لا يقول لي والله انا مبسوط ومبسوط كثير، وعملت غرفي وفرشتها. هو كان ما قال لي كثير شاطر وذكاء، كان عمر غرفي محل اللي هو قال لك وفرشها وركب فيها صوب. قال لي يا عمي شو ما تشتغل؟ يقول لي والله ما انا محطب بدنا نشعل الصوبه. قال له من لما تجيبه؟ قال لي محل فلانه. هو رامي دبابي وقت اللي صارت عليه الهجمة، قال لي انسحبوا أنا بدافع عنك بغطي عنك، وراحوا انسحبوا رفقاته، وضل هو ضابط استشهد هو وياه. أول شهيد رافي حسن محمد كان قدم على البكالوريا ما أخذه، راح قدم على الشرطة، قال لي أنا بدي أروح الطوار. قال لي يا أمي أنا بدي أروح الطوار ودافع عن البلد. راح قدم على هاي وجاء اسمه، طلع الشام ظل بس 40 يوم دوره. إجا يتيبه معباية الدم، قال لي يا أمي صار معنا كذا وصار معنا كذا. الفترة الأخيرة استشهد بداري. هالحكي بعد مروح 16 مسلح، قال لرفقاته هو كان مستلم الرشاش،
قال لي لرفقاته روحوا انتوا بامان برقبتي، انا بدي اغطي عليكي. ولا تجيه الرصاصه من ورا تطلقه من ورا ظهره طلعوا من صدره. بعد ما مر قال لي كل رفقاته قتل 16 مسلح بداري. كلنا في ده الوطن كلنا. أنا والله أنا لو أعطوني بارودي وقت الراحة بروح الدافع. أنا بروح الدافع يدور على بلا متزنر بالعلا مثل ما جايبوا لخيه. والله متزنر بالعلا قال والله بدي دافع تروح مثل ما رح خيه. بلال ما جابوا لنا، وهو اسمه رفعت حسن محمد بالنفوس بالضيعة كلها ما حد يعرف اسمه رفعت غير بلال. من كتر ما كان كويس وكان حلا كل شي سمع فيه بكى عليه. ما لأنن أولادي لا والله الله يحمي جميع الأولاد، بس كانوا طاهرين كتير، كانوا بيحبوا الوطن وبيحبوا البلد وبيحبوا أهل البلد. حكوا بعيد جساعة عشرة انتي أبو لراغيت؟ قلت لي ايه. قال يا خالتي راغد بتصاوب مشفى حما. أخذنا طلعنا لعنده على مشفى حما والطريق مقطوعة. قال لي أمي ما تجي، أنا منيح أنا رح أروح لعندي. قلنا من مشفى حما على مشفى اللاذقين. مشفى اللاذقين ضل 9 أيام كل يوم يتراجع عن يوم. قبل ما يستشهد بيوم بتروا له أجره، بتروا له إياها. ثاني يوم استشهد روات بتراقب. وقت اللي يزي يجي ما يسلم علي، ينزل من السيارة ويبرم هيك ويروح على قبر أخوه. كمان وقت اللي استشهد أخوه اندفع زيادة عن اللزوم. يعني أنا صرت أقول مثلا بدي أشوف حدا ينقل لي إياه لهون، يعني قربوا لعنده قاموا حطوا لي إياه بالغنيطرة. يضل 3 أيام ما بنعرف عنه شيء نهائيا، ما بنعرف شيء نهائيا. نحكي على دوامه ما شفنا دوامه، تبعين كمان رفقاته يحكوا لعند أخته رواد ليش ما طلع على الدوام، يحكوا لهون يسألوني رواد حكى شيء معي، ما بعرف عنه شيء نهائيا. بعد 3 أيام 4 أيام واللي بيقولوا لي رواد مخطوف. كم يوم لجوا فيها انه رواد مخطوف، بعد فتره بيقولوا لي رواد استشهد. انطرنا الجثه، وين الجثه؟ قال ما في جثه. بعد فتره من الزمن قالوا لي عم يقطعوا له جثته، انه عرضه عم يقطعوا له جثته. رفقاته بيقولوا لي الخطا، ناس بيقولوا لي استشهد احترق هو السياره، ناس بيقولوا لي كل واحد بيقول لي شكل. ولهلا ما بعرف عنه شيء، انا ما بعرف انه مستشهد، ما بعرف انه مخطوف، ما بعرف شيء عنه نهائيا. كنان راح مجند، راح يخدم بلم بالشام، كان اختصاص صواريخ ومدفعيه، وطلع مهم ياخذون مهمي على المعدمي بالشام. يعني راح عدة مهمات، حارسها بال 20 يوم، يعني عدة مهمات. حكى معي قال لي امي نحن خايدين مهمي على الشام على المعظمية، يعني أحدث المعظمية، وكان يعني إجره عم توجعه اللي التحق بالجيش. قلت له يا أمي إجرك ما توجعك بيت لبك؟ قال لي لا يا أمي بدي أروح مع رفقاتي. رايح كله يعني العقيد يحط يشلوا اسمه وهو يحط اسمه، مع أساس ما كان يطلع معنا على المهمي. العقيد يشلوا الاسم معلمه وهو يرجع يحط اسمه. قلت له يا أمي إذا معلمك ما راح بياخذك معه،
قال لي شو بدك تقولوا عني جبان قاعد بالكتيبة مثل الحرمي. كان يوم ثلاثة حكى معي قال لي شو يا أمي، قال لي التحقت بالمهمة، قال لي خلص قبل العقد ياخذني معه. قلت له يا أمي دير بالك حالك، قال لي يا أمي بتشوفي شو بدنا نعمل بالمعظمي. قلت له يا أمي الله يحميك ودير بالك لحالك، قال لي لك يا أمي شو ما صار فيني لتاكلي هم. قال لي وين بي؟ قلت له ما بعرف وين راح. قال لي سلمي لي عبي واخواتي ولا تاكلي همي. والله ثاني يوم ابوه بالشغل جاي على المطار وبيعيط. قلت له كنان ما هي؟ قال لي كنان استشهد. ايهاب بالدفاع الوطني معه بكالوريا، قال بدي انا اتطوع بالجيش. قلت له يا امي بلق كفي قرايتك. قال يا امي فيك تقدمي لي، كان بيطلع له فرع انجليزي. قال يا امي فيك تقدمي لي؟ قلت له والله بقدم لك يا امي، بشتغل بقدم لك قرا. قال لي لا بدي اتطوع. ايه عارضته اول شيء بالتطويع، عارضته قلت له كفي قرايتك بعدين بتروح. قال لا والله بدي اتطوع. راح الدفاع الوطني، ما كان خادم جيش يعني كمان هو. ظل سنتين بالدفاع الوطني وتحاصر كذا مره، وطلع اخذوه مهمه على ايران دوره، وعلى الدريج ما بعرفين، وضل بحلب كمان تحاصر بحلب، ضلوا 15 يوم ما بعرف عنه شيء. وبالجبل فوق احداث الجبل وقت اللي صارت كمان عانى كثير. راحوا اللي بالدفاع الوطني صرحوه ان ما خادمين جيش، بده يرجعوا على الجيش يخدموا الجيش. رجع لهون قال امي في تطويع باللواء 141. قلت له يا امي روح خدم الجيش بلا ما تتطوع، روح خدم الجيش، خدم العسكري ورجع. قال لي لا هون باللاتقي كويس بالمنطقة الساحل هون قيادة المنطقة. قلت له الله ييسر لك روح. قال لي هون بكون محادي كان يعني ما مبعي. ضلينا 9 ايام ما بعرف عنه شيء. يقولوا لي رفقاته يا ايهاب ارجع يا ايهاب ارجع، يقول لنا برجعوا معي طلقة. والله ما برجعوا معي طلقة يا ايهاب ارجع عليك ويني وصلوا للعقل ما برجعوا معي طلقة حد البرج. راح وصار يدق اخوه الكبير، صار يدق على رقمه، خايلين الهاتف منه شاحنين بطاقته ما بعرف شو عاملين. رد علينا واحد بيقولوا له ابو عمر، ابو عمر بجيش الحر. قال انا ضابط بجيش الحر، انت امه؟ قلت له دخيلك. قال انت امي بعتي لابنك تدقتي قتلنا؟ قلت له لا، نحن ما بنقتل حدا. قال هيدو الغالي عنا. قلت له دخيلك، دخيلك يا امي. قال لا ما سمعك صوته، ابنك متصاب باجره، ابنك ما كان يرجع، كان الرصاص مثل زخ المطر عليه، هو يقاومنا ما كان يرجع.